عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي. إن شاء الله اليوم غادي نقدم معكم واحد تحلية، نقدم معكم مهلبية غادي نديروها جوج طبقات، طبقة ديال الحليب وطبقة ديال الليمون. كتجي بنينة في المذاق، تقدري تاكليها في السحور أو لا في الفطور، كتجي زوينة. بالنسبة للمقادير ديال الطبقة الأولى، كنحتاجو نصف لتر ديال الحليب، كنحتاجو جوج معالق ديال سكر سنيدة، وهنايا جوج معالق ديال مايزينا، وغادي نسم بقشور ديال الحامض معسلين. الا ما عندكش تقدري ديري الفاني. وبالنسبه للطبقه الثانيه، غادي نحتاج كاس ديال ليمون كبير، وايضا جوج معالق ديال مايزينا، وجوج معالق ديال سكر سنيدة. مهم سكر سنيدة على حسب الطبقه ديال الليمون، على حسب الا بغيتي دير الحلاوه بالزايد، الا بغيتي تنقصي ولا تخلي غير الحلاوه ديال الليمون تقدري. وكنحتاجو ايضا الكويسات فاش غادي نقدمو هاد المهلبيه ديالنا. ندوزو دابا للمرحله الاولى، اللي هي غادي ندير الحليب مع مايزينا مع السكر سنيدة. انا خديت كاسروله فاش غادي نصايب هاد التحليه، غادي ندير فيها الحليب وندير فيها مايزينا وندير سنيدة ونحرك هادشي مزيان. دابا غادي ندورو فوق البوطة حتى كيعقد ليا مزيان هاد الحليب مع مايزينا. عاد غادي نضيفو القشور ديال الحامض. من بعد غادي نضيفو هاد الحامض، قشور ديال الحامض معسلين، ولكن حتى كيطيب لينا الحليب مع المايزينا. وكنحركو مزيان. الا بغيتي ديري الزهر ديريه، بغيتي ديري الفاني، المهم اي نكهه عندك تقدري ديريها. صافي دابا غادي نخويه فهاد الكيسان، ونحاول ما نعمرش، نخلي عاوتاني فاش ندير الطبقه ديال الليمون. دابا غادي نخليوهم يشدو راسهم مزيان، ندخلوهم للثلاجة. إلا كان الحال سخون نديرهم في الثلاجة، إلا كان الحال بارد خليهم غير على برا فوق البوطاجي حتى كيشدو راسهم مزيان، عاد كنديرو فوقهم الطبقة الثانية ديال الليمون. هو من بعد ما شد راسو الطبقة الأولى كما كتشوفو شاد راسها، غادي نديرو طبقة ديال الليمون. كنخوي كاس ديال الليمون وندير عليه مايزينا وسكر سنيدة. صافي غادي ندير هادشي فوق البوطة حتى كيعقد، وكنضيفوه فوق هاد الكريمة هادي. هو الشكل ديالو من بعد ما درتو فوق البوطة، هو فيه الدخان. دابا غادي نصبو في هاد الكيسان هادي. دابا غادي ندخلهم للثلاجة يشدو راسهم مزيان، وهذاك الليمون غادي يجمد وكنقدمه.
هو الاخوان والاخوات الشكل النهائي ديال التحليه ديال نهار اليوم. وصفه رائعه في المذاق، كتجي زوينه، مذاق زوين، وان شاء الله تجربوها وديروها للسحور، كتجي زوينه. وشكرا لكم على المتابعه، وما تنساوش ليا جيم الفيديو وشي كومونتير يكون زوين باش تشجعوني. وشكرا لكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله بحول الله. ورمضان مبارك سعيد، وصحه سحوركم وصحه فطوركم، وشكرا لكم مره اخرى.